انه بيطلع السيد ترامب وبيبهدلهم وبيهينهم. يا عمي واحد بيطلع بيحترم اصدقائه، بيشكرهم، بيقول لهم انا ممنون، الله يبارك فيكم، انتم جماعه جيدين، مدري شو. كل يوم بيطلع ببهدلهم، كل يوم ببهدلهم. كلياتنا شفنا على التلفزيونات ترامب هو عم يخطب اخر خطاب تبعه وعم يضحك، والامريكان عم يضحكوا. انا قلت لبعض الاخوان امس كنا بقعده، ولا انا شفاه بحب احكي هيك يعني، تو انا ما بحب الملك سلمان، انا بكرهه، بكرهه من اعماق قلبي، بس انا عم بتسمع على ترامب حرقني قلبي عليه، حرقني قلبي عليه. شوف هالقد الاذلال، هالقد الاهانه، هالقد المسح لك، هالقد الانسحاق لك. وين العروبه ولك وين الاسلام؟ وين الحرمين الشريفين؟ وين العشائر؟ وين القبائل؟ وين هاد شو بيسموه السيف اللي بيرقصوا فيه؟ لك وين؟ ولا كلمه، ولا كلمه. بعض الناس بلبنان لما بحكي انا وبيحكوا بعض اخواني كلمة عن السعودية بيطلعوا بيردوا علينا، فرجونا يا شجعان يا ابطال يا اهل الشهامة والعروبة والبطولة، ردوا. هذا ترامب اهان ملككم واهان مملكتكم، وينه؟ لك ما حدا تنفس يا رجل، ابدا سكتوا. اهل القبور بيحكوا اكثر منهم، على القليلة بتفوت على المقبرة بتلاقي لوحة مكتوب عليها شيء، هن وجوه كالحة لك مش مكتوب عليها شيء. ما تواخذوني بعتذر، قلت لك أخذني الحكي العامي، هلا الناس اللي بتضيع هيك بنحكي مع بعضنا. انه بيقول له يا ملك، ايها الملك انا معجب بك. طبعا هلا قال له انا بحبك، انا معجب بك، معكم فلوس كتير، نحن دفعنا مصاري كتير منشان دافع عنكم، بدك تدفع. وبيعمل له هيك وهيك وما بعرف شو. لك يا خيب القرائن الحالية والمقالية كلها بهدلة وإهانة، كلها بهدلة وإهانة. بعدين شو بيقول؟ بيقول بدهم إيانا نخسر السعودية. أنا بديش أخسر السعودية، نحن صرنا جايبين 450 مليار دولار من السعودية، اشتروا من عنا سلاح وغير سلاح. سؤال، 450 مليار دولار من السعودية؟ هاي بس السعودية، ما حكينا باقي دول الخليج. طيب هول هو من اموال يعني آل سعود، هذا ملك شخصي، ما في شيء اسمه السعودية وشعب السعودي، في شعب شبه الجزيرة العربية، هودي ملك هذا الشعب، هودي ملك هذه الأمة بالمعنى الشرعي والفقهي. كل علماء المسلمين بيقولوا هذا ملك عام للمسلمين. انت بأي حق بتجيب 450 مليار دولار من أموال المسلمين وبتعطيها لترامب؟ بأي أساس؟ بالوقت المسلمين ميتين الجوع من الصومال لأندونيسيا، ميتين الجوع، مجاعة وزلازل وفقر وحرمان ومرض وأمية.